med sjans för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. بلادي بلادي وبلاد كل العرب اليوم وراء المصريين من أجل انطلاقة مشرفة في كأس القارات. نعم لهم النجوم، نعم لهم البطولات العالمية، نعم لهم الرانكينج والتصنيف الدولي، نعم لهم ريكاردو كاكا وأليساندر باتو وعندهم دانيال ألفيز ولوسيو أجوان، ولكن لكل مباراة حقيقة، لكل حقيقة تاريخ، لكل تاريخ مجد، ولكل مجد ذكرى وذاكرة تحفظ للأجيال القادمة. تركيز، وبعد ما تروح أيضا ركز وتركيز. المنتخب البرازيلي ركائزه خطيرة، هجوميا من نار ولكن دفاعه هش. ممكن يا شريف اليوم يشرفنا منتخب المصري بنتيجة تلبي النداء وتلبي رغبات وطموحات ملايين الملايين. إن شاء الله نتمنى، نتمنى كده إن شاء الله كده نتمنى أن الأداء يبقى قوي. دوكا خطيرة المنتخب البرازيلي، صعب جدا. ريكاردو، ريكاردو كاكا، مش ممكن الهدف الأول، الهدف الأول فريق البرازيلي. كاكا بكامل السهولة يدخل ريكاردو ويسجل الهدف المباراة. حذاري من هذا السيناريو اللي نبهنا له، حذاري من هذه الانطلاقة البرازيلية اللي تعطي ثقة وتشحن الصمبة، ولكن تخوفنا أكثر، تقلقنا أكثر، ترعبنا أكثر، وممكن تضيع تركيزنا. مش ممكن السيناريو الأسوأ. في ثلاث أربع دقائق ريكاردو كاكا يحتفل بطريقته لانتقاله للمرنج الريال. هو الهدف، هو يا بوتريكا، بوتريكا وزع كورة، أضرب زيدان، أضرب زيدان، أضرب زيدان، أضرب زيدان، ولا أضرب على الطاولة بخبطة اليد. ممكن نسجل، ممكن نسجل، سأسجل، سجلت خلاص. واحد واحد يا شريف، واحد واحد. لم تسجل أنت الهدف. الحمد لله، زيدان من بوتريكا. الحمد لله، لو في ثقة شوية ونقف على أرض ما فيش حاجة نخسرها، ما فيش حاجة نخسرها. هات لي الخط وهات لي الكلام، كل الكلام خلصته فيك يا بوتريكا. بوتريكا والأحلى، شوف الكرة، شوف الباس، شوف فتح بوتريكا. بوتريكا يرفع الرأس وهدف، يرفع الرؤوس. زيدان في المرمى، زيدان في الجول. قلت لك سأسجل. ممكن في أول ربع ساعة نتيجة 1-1. هاي كرة خطيرة، مش ممكن الهدف الثاني. لا هذه مش ممكن، مش ممكن الهدف الثاني عن طريق فابيانو، عن طريق لويس فابيانو. شكلها مباراة مفتوحة بالأهداف، شكلها في كرنفال مضمون بتواجد السيليساو وأيضا في وجود المنتخب المصري. خسارة يعني الرياكشن كانت ممتازة جدا، أنك تتعادل بسرعة مع من؟ مع البرازيل أسياد العالم. هذا هدف، هذا هدف من أكلوش حتى في الحواري، سامحوني، هذا من أكلوش الهدف. مش ممكن، مش ممكن هدف بهذه الطريقة، مش ممكن. عند كرة عن طريق إيلانو، يمشي إيلانو يضرب كرة خطيرة. شوف الخطأ الجديد في الدفاع، شوف التمركز يا حازم. مش ممكن، مش ممكن. هنا نتابع المباراة من كابينة التعليق. روبينو، شوف اللمسة، ريكاردو كاكا خطيرة، روبينو، والحكم يمنع الادفانتج على البرازيل ويمنع كرة كأنها ركلة جزاء. قبل ركلة الجزاء في شكل مخالفة. كيف ترى هذه اللحظات الصعبة على المنتخب المصري شريف؟ الكرات الثابتة، الكرات الثابتة. إيلانو أول فاز بالقوة، يتقدم إيلانو، خطيرة وبرافو يا حضري. كرة جت في الوسط، من ألطف الله كانت في دي في الوسط، لأنه لو ركن الكرة إيلانو كان يصعب جدا من هذا المكان، من هذا البوزيشن إيقاف كرة. يتفاعل مع الأداء المصري، يساند منتخب مصر بكرة بوتريكا. الله، كنترول يا محمد. كرة ضاعت على المنتخب المصري، ممكن جدا، ممكن جدا، لكن عاود نقول ونأكد المنتخب المصري مش مقصر. هذه كرتنا، فرصتنا يا بوتريكا. شوف الباس من زيدان المدنيين يا وائل، تمشي كرة مصرية. هي احمد فتحي، فتحي يسدد لكن برا اوت، برا اوت. الارقام متساوية، المباراة متوازنة، والبوسيشن ما زال مصريا خالصا 43%. البال بوسيشن مع ابناء دونكا. تركيز، قرر اين سيضع الكرة. دانيال ألفيز سدد، ممتاز يا حضري، ممتاز يا حضري. شفت الاحتراف، الاحتراف في هذه الجزئيات البسيطة لكن المعبرة جدا. ركز ومركز وضربها طوالي، ضربها طوالي، ولكن الحضري السد العالي كان موجود ومنع السواد. من يتسديدات للمنتخب البرازيلي من خمسة في المرمى بالرأس، والهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب البرازيلي. مش ممكن على هذه الأخطاء.
غير معقولة. اللاعب جوان، اللاعب جوان اللي من 30 ثانية نبهتكم، اللاعب جوان اللي من 30 ثانية نبهتكم، مش منطق، مش منطق. الهدف الثالث للمنتخب البرازيلي. هنا قوة المنتخبات العالمية ما يسمحش، ما يرحمش. كرة بالراس، شوف الكرة الراسية جوان، التغطية الدفاعية معدومة. سيد معوض يتقدم، سيد يوسع، سيد أين الراسية؟ جول! مش ممكن بعد، مش ممكن بعد، لكن المنتخب المصري موجود. أحلى كرة مصرية، أحلى كرة من حسني عبد ربه، دارت مليح، لفت مليح، مشيت من الصقر، لعبت للسيد، ضربها حسني، ولكن عبد ربه لا يصعد الملايين. إذا الشوط الأول ينتهي على نتيجة 3 برازيل، 1 مصر، كاكا 1، لويس صبيانو 2، جوان 3. لكن لا تنسوا المنتخب المصري كان تعادل مؤقت في 9 عن طريق لعبه قوم بعقلانية وفي زوافع لدى خط الوسط. اذا ننطلق في الشوط الثاني في رحلة البحث عن التعويض او في رحلة البحث عن حفظ ما الوجه. يتقدم بوتريكا، كرة هدف الاحلى، كرة للثاني، سقط، جول، جول! الله 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 الله! امنع البرازيل، امنع البرازيل، امنع البرازيل! مش ممكن يا سيليساو، سيليساو باللون الاحمر، هدف عالمي. عودي من الاول يا مخرج، عودي من الاول. تعرف كوره ولا ما تعرفش؟ ارجع من الاول، ارجع للروعه، ارجع للفستيفال. ما كن عذرا منافق، بل كنت الواقع. التعادل، التعادل الثالث. الله 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 الثالث. زيدان، زيدان، ساعدوا عليا، ساعدوا عليا، مش ممكن، ساعدوا عليا يا مصريين، ساعدوا عليا يا مصريين. 3-3 يا تونجا، 3-3 يا تونجا. الله هنا ترفع وتسجد وسجدة الشكر هنا في بلوفونتين. شوف الكورة مروحة، شوف الكورة محلاها، شوف عيد ولعها، زيدان شعلها. مازال الكروس، مازال الكروس. هيا الآن الراسية لم تأتي من المنتخب المصري، الراسية لم تأتي من منتخب مصر، لتبقى المباراة 3-3. فرجة كبيرة، 6 أهداف، 6 أهداف، والبرازيل بكامل نجومها. نيوزيلندا ضربت بالخمسة من إسبانيا، والبرازيل تلعب على الكورة، تخرج برا أوت. 6 أمتار للحارس عصام الحضري. نلعب في الدقيقة 20 من زمن الشوط الثاني. طويلة، ما فيش أوفسايد، لا تسلل، تسلل في اللحظة الأخيرة. عمل فيها شك اللاينسمان، عمل فيها شك المساعد. اللاينسمان رقم 1 الأسترالي، أو لا الأسترالي، الإنجليزي. تسلل الكرة من كاكا، باتو وكاكا، ريكاردو. أوه على كرة خطيرة، كرة خطيرة من القديس البرازيلي، السانت ريكاردو كاكا. كانت كرة صعبة جدا، شوف الكنترول والضرب على الطاير. كرات الكبار هذه يا ريكاردو، 65 مليون يورو. طريق المحمدي، المحمدي يعمل اوفر كروس، هو جوان يخرج كرة تمام للمحمدي، المحمدي يلعب كرة جديدة، عيد عبد الملك الرابع، 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 يمشي بالكرة في العمق، كرة منتخب المصري، ممكن عيد، خطيرة ركنية. البرازيل تهتز ومصر هنا تهز الليلة. الكيان الجنوب افريقي في بلومفونتين. عنوان مصر تلقن درس البرازيل، الرابع. الله يا مصر، الله يا احمد يا فتحي، الله يا منتخب مصر الوطني. شوف الكورة من فتحي، الرابع في الدقيقة 83. كل واحد يحل لوحده. اكثر من هذه الكورة الأخيرة، دانيال الفيس يوزع كورة تتهيأ، خطيرة وفرصة، والحكم بيقول من خلف المرمى. البرازيل يحتاج على بنالتي، البرازيل يحتاج على ضرب جزاء، والدفاع بالمحمدي يخرج كورة من قلب المرمى، يخرج كورة من قلب المرمى. احتجاج برازيلي واضح، فضيحة. بعد دقيقتين يعطي إقصاء للاعب المحمدي ويعطي بنالتي للسريساو. لماذا يا هاورد؟ لماذا يا واف؟ لأنها فقط فريق البرازيل، لأنه فقط فريق دونجا. تعطي درس السامبا، والرابع، الرابع من كاكا. رغم محاولة الحضري، الحضري كان ممكن يوقف
كاكا. نعم انا برازيلي على الدوام، لكن ليس اليوم يا سيليستاو، ليس هذا الفوز الذي تفتخر به يا كاكا. ونعاود ونقول البينالتي صحيحة، اللمسة صحيحة، لكن ليس بعد دقيقتين يا واب يا هاون. امشي قدام عبد الملك، عبد الملك